أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، نمضي ونتواصل معكم عبر صباح الشروق على الهواء مباشرة في ساعته الثانية، ويمضي تواصلنا مع ضيفنا الأستاذ محمد مرغني ناير، الأمين العام لجمعية حقوق الإنسان السودانية. وكنا قد وضينا في عدد من المحاور في منطلق هذا الحديث، نتواصل الآن. توقفنا عند تساؤل الزميل منذر عن مطلوبات السلام في المرحلة القادمة، نواصل الحديث في هذا ثم نأتي لبقية المحاور. نعم، ممكن يكون يعني الحتة بتاعت السلام صراحة، يعني احنا الآن مبسوطين جدا انه في توقيع بتاع السلام. نعم، ممكن في ناس ممكن قللوا من الحتة دي انه في عبد العزيز الحلوه وعبد الواحد ما وقع، لكن كونه يكون في جزء ما في مشكله، الباقيين ممكن يعني يجوا كبير زي المرحله. يعني ذكر الدكتور عبد الله حمدوك انه يعني الباب مفتوح والا تفاض وتحاور يعني موجود يعني لكل من يرغب في الانضمام لركب السلام. ركب السلام نعم، فدي مهمه جدا. احنا كجمعيه حقوق الانسان السودانيه زي ما بقولوا الحاجه المهمه اللي هي الفتره بتاعت العداله الانتقاليه في المرحله بتاعت السلام دي محتاجه مننا. الحاجه الاساسيه هي العداله الاجتماعيه، لانه في ناس الان شايفين نفسهم انه في دارفور في ظلم، يعني بشوف انه جه الخرطوم هنا في مويه بارده وفي زلط وفي كهرباء ومروحه، وانا هناك قاعد في الركوبه شايف انه في حاجه زي دي. دي زمان كان ممكن يكون في الاتفاقيات السابقه بيقول لها التمييز الايجابي، انا غايته ما ميال للتمييز الايجابي لكن ميال للعداله الاجتماعيه. انه يكون في عداله اجتماعيه، الزول ده صحيح المرحله بتاعت الحرب خلته وقف في مرحله، انا بلقى في زول مثلا من دارفور او من جبال النوبه او من النيل الازرق او من الشرق عمره 30 سنه الان من ظروف الحرب شايل سلاح، لا قدر يتعلم لا قدر يعمل كده، زول ده حيجيك الان هو عمره 30 سنه ما فاهم اي حاجه، فده محتاج انه الناس تشتغل فيه في حاجه معينه. الناس بتتكلم عن جبل الضرر اللي هو الجانب المادي، انا ما ميال للجانب المادي كثير، يعني صحيح في جانب مادي لكن في الجانب الاجتماعي هي الخدمات. نعم، اللي هي التنميه بكل ما تعني هذه الكلمه. يعني احنا هسه بنقول للسياسيين يا جماعه انتم من وقعتوا السلام ما جايين طوالي المقاعد بتاعت المجلس التشريعي والوزراء وكذا، انا داير اشتغل في الحته بتاعت العداله الاجتماعيه، الحته بتاعت اللي هي الصحه، الحته بتاعت التعليم، الحته بتاعت الحاجات اللي هي مهمه بالنسبه لنا الخدمات الاساسيه. بعد ذاك برضه في الجانب النفسي، زول الجاي من هناك ده يا جماعه احنا في السودان برضه الجانب النفسي تعبان جدا، يعني حقه نشتغل فيه نفسيا، يعني حتى ناهله يجي يكون مع الناس اللي هو بيقولها في الناس الدي دي ار بيقولها الاندماج اللي هو زول يندمجوا في المجتمع. المجتمع صح، فده محتاج برضه لشغل نفسي عشان يندمج في المجتمع. بعد ذاك محتاج انه الزول ده برضه تملكه حاجه عشان يعيش بها. يعني صحيح في واحدين ممكن يمشوا في يدمجون في القوات المسلحه او قوات الشرطه او غيره، لكن في واحد حيكون هو بقى ملكي الان موجود وهو الان مواطن عادي. يعيش كيف؟ محتاج انه الناس تشوف له حته بتاعت انه يكون في مشاريع واضحه جدا للناس القادمين من من الحرب. دي احنا اذا ما اشتغلناها مع الحكومه الانتقاليه في المرحله دي بالذات، لانه ممكن اغلب الناس الجايين الان موقعين للسلام شباب صح موجودين بس بكميه كبيره جدا، يعني ممكن يجوا يكون ما عنده لسه الاشواق بتاع انه داير يتزوج، وزول مثلا عمره عمل 30 35 يعني بعد شويه حيخش في المرحله بتاعت شنو الشيخوخه وكده، فمحتاج انه ترتب له حاله عشان يقدر هو يواكب الناس، يكون عنده اسره وعنده بيت ويحاول يرتب حاجاته. دي احنا اذا ما عملناها بالصوره الواضحه برضه حتقوم ترجعنا للمربع بتاع الحرب. الحاجه المهمه برضه بالنسبه لنا اللي هي الاحزاب السياسيه، وانا دائما بميل لها كثير، الاستقطاب الحاد في المرحله دي. ما حق يكون في استقطاب لاي حاجه، الناس كلها نحن كاحزاب سياسيه ومنظمات مجتمع مدني وحكومه والجانب الاعلامي يشتغل في مجال انه نوعي الناس انه الان مرحله بتاع التسامح، مرحله بتاع التصافي، تعايش سلمي، ونحاول برضه نجيب لهم التجارب اللي هي الان موجوده. جنوب افريقيا كان في فصل عنصري، رواندا الان كان في التوتسي والهوتسي وما عارف ناس تماوتوا بصوره كبيره جدا الان هم موجودين، سيراليون كان الرئيس السيراليوني يعني عمل اعتذار رسمي لكل النساء في سيراليون انه هم اكثر ناس تضرر من الحرب. ممكن بكره حمدوك يجي يا اخي عمل اعتذار لكل الناس دارفور وجبال النوبه والشرق وكده، اعتذر لكم صفحه جديده ونبدا يعني صفحه جديده لبناء السودان. ايوه دي الحياه الان احنا محتاجين لها كجمعيه حقوق الانسان ودايرين نمشي فيها، اللي هي دائما حته انك كونه تكون مواطن سوداني دي بالنسبه لنا اهم حاجه. بغض النظر عن انك جاي من الشرق او جاي من الغرب او جاي من كده. هسه انا مثلا من غرب السودان وقاعد في الخرطوم هنا مستمتع بالخرطوم وقاعد في الخرطوم. في زول قاعد في الخرطوم شايف نفسه انه هو
وقاعد في الهامش صراحه يعني، هو قاعد في الخرطوم دي، لكن حاسس بنفسه انه يا اخي الناس اللي قاعدين مثلا في الرياضه وفي المنشيه ديل ديل حقه ذاته، احنا نمشي نغزو البيوت بتاعتهم ونشيل حاجه، عنده فاهم زي ده وقاعد موجود، ما مشى الحرب لكن موجود معانا هنا، لكن بغبن ببعض الحاجات، فمحتاجين برضه احنا نشتغل في الناس الموجودين برضه هنا داخل العاصمه في الحته بتاعت انه يكون في توعيه، حته بتاعت ورش، حته بتاعت ملتقيات، واحنا برضه نلوم الحكومه لانه بتشوف الجانب بتاع منظمات المجتمع المدني زي ما بيقولوا التمومه بتاعت جيرتك يعني، ما بدوك المساحه عشان تقدر تشتغل فيها بالصوره الواضحه. طيب ده محورنا الجاي، دايرين نتكلم عن دور المنظمات بالتحديد في العمل ده، وانتم بالخصوص يعني عملتوا شنو في المجال ده بالتحديد؟ نعم، احنا المجال بتاع منظمات المجتمع المدني لان هي الان بقت زي ما بيقولوا العبء الاكبر بالنسبه لهم يعني. صحيح يمكن الحكومه عندها اللي هو الجانب بتاع الخدمات، الجانب بتاع الصحه، الجانب بتاع كده، لكن الجانب بتاع التوعيه محتاج اللي هو الاجهزه الاعلاميه. نعم. لكن الجانب الاكبر اللي هو منظمات المجتمع المدني. نعم. ومنظمات المجتمع المدني في السودان برضه عندنا الاشكاليه، كل منظمه شغاله مغرده في السرب. احنا الان كجمعيه حقوق الانسان شغالين في انه لازم يكون في شبكات. الناس تشتغل نظام شبكات. يعني مثلا 20 منظمه تكون مع بعض. جميل. كل منظمة تأخذ جانب معين تشتغل في الجانب المعين. طبعا. وتمشي برضو مثلا وزارة الرعاية الاجتماعية، أو تمشي لأي وزارة عندها بها شغل، أو وزارة البنية التحتية عندها شغل معاه، بتمشي تقول أنا المنظمة الفلانية أنا شغال في 1 2 3، دي شغال في كده، دي شغال في كده، إحنا شبكة شغالين في الحيل. ما بكون في شنو تعارض. ممكن تلقى الدعم الأكبر يعني. أيوه تلقى الدعم الأكبر. بعد ذلك برضو الآن حيكون في ضخ كبير جدا للأموال الجاية من برا السودان. نعم. والأموال دي صراحة الناس شايفينها زي حيجيبوا لك دولارات كده بالشنط يجي يدوك لها. في يدك. حتكون برضو عبر منظمات المجتمع المدني. نعم. وإذا منظمات المجتمع المدني في السودان إذا ما هي يعني بقت قوية في نفسها برضو ما حتقدر تأدي الدور. يعني ممكن هسه احنا كثير سمعنا إنه الأمم المتحدة في السودان في أموال جات ورجعت. لانه منظماتنا برضه محتاجه لتاهيل. نعم. ممكن احنا كجمعيه حقوق الانسان بدينا برنامج واضح اللي هو تاهيل المنظمات، سميناه اداره المنظمات غير الحكوميه. نعم. منهج عملناه وبديناه والحمد لله في ولايه كسلة، دربنا زي 52 من المنظمات الموجوده في ولايه كسلة اللي هو للناس المديرين المنظم يعني، سواء كان الامين العام او الرئيس، المهم الناس المسؤولين من. نعم. من اداره المنظمه، عملنا لهم دورات تدريبيه في انه كيف الناس تدير منظمة مجتمع مدني بصورة يعني تكون شلنا من الجانب بتاع أمريكا، شلنا من الجانب بتاع أوروبا، شلنا من جانب كده، لأنه منظمة المجتمع المدني أصلاً بدت بعد الحرب العالمية الثانية اللي هو المشاكل اللي حصلت هيروشيما وما عارف، فدار شنو تخفف من الحاجات اللي حصلت في العالم. نعم. فإحنا برضو منظمة المجتمع المدني الآن من خلال الحرب والضغوطات الكثيرة اللي جينا محتاجين إنه هي تشتغل حتى تخفف من الصدمة الكبيرة اللي هي جاتنا في الحرب يعني. جميل. نعم. طيب انا اذا اعود مره ثانيه لانه الحته دي مهمه جدا. نعم. موضوع العداله الانتقاليه وجبر الضرر بصوره عامه. نعم. داير اتسال عن وجود ارضيه خصبه. نعم. ارضيه خصبه معناه كل العقبات تذللت تماما، ما في قدامنا. نعم. عشان ما اقدر انفذ هذا المفهوم. نعم. وهذه الاليه عشان ما تكون في اليه برضه واضحه لمفهوم العداله الانتقاليه في وطن الحبيب السودان خصوصا بعد ملف السلام. نعم. ممكن يكون العداله الانتقاليه الان هي الاهم بالنسبه لنا. يعني زي ما بيقولوا السلام صحيح توقع والاراده السياسيه تمت وغيره، لكن العداله الانتقاليه الان زي ما بيقولوا في واحد من الغريب او من الشريك او حتى من الوسط. يعني في ناس من الوسط ذاتهم الان هم متضررين يعني. نعم. فالناس ما تحصر الحكايه انه مثلا الزول في دارفور او في جبال النوبة او في النيل الازرق. يعني حق السلام ده يشمل السودان ككل. في ظلم موجود الان في الخرطوم، ولايه الخرطوم، يعني تزال كل الانتهاكات اللي وقعت على حقوق الانسان في السودان بصوره عامه. نعم، دي المهمه بالنسبه لنا في العداله الانتقاليه. بعد ذلك سياده حكم القانون. نعم. يعني ما في حاجه اسمه في ظل كبير للقانون، دي احنا كجمعيه حقوق الانسان الان دايرين نشتغل فيها، ودي محتاجه لانه الناس تشتغل زي ما قلت اللي هو الادارات الاهليه، منظمات المجتمع المدني. انا برضو بقول لهم ما نجري في الجانب الانساني كثير. يعني في ناس يحاولوا يقول لك احنا مثلا مودين قافله فيها مثلا ما عارف مواد تموينيه وفيها. نعم. كده وفيها صحيح الناس محتاجين لدي، لكن. نعم. محتاجين لحاجات كثيره اكثر من المواد التموينيه. صح. يعني احنا الان محتاجين لرفع الوعي. نعم. الزول ذاته ماشي تودي له مواد تموينيه ده داير توريه انه هو يكسب كيف. صح. يعني دي بالنسبه لنا مهمه كده عداله انتقاليه. الحاجه الثانيه اللي هي الاجهزه العدليه بتاعتنا محتاجين الان يتعاونوا معانا كجمعيات
حقوقيه كمنظمات حقوقيه في الحته بتاعت التحري، مثلا في التحري كثير ممكن في انتهاكات بتحصل. عندنا الحته دي برضه مندسه، يعني حتى الان مثلا انت عندك شكوى قدمتها لسه في ولد عمي ولد خالتنا جارنا ولد حلتنا كده، يعني انت وقت تيجي تلقى مثلا الزول العسكري ده ينفذ وتلقاك انت يعني ولد حلته بحاول في حاجات كده شنو يتجاوز لك. صح، دي الان موجوده احنا ما لسه. في زول شاف انك مثلا ولد عمه ولد خالته كده برضه يحاول يتجاوز بعض الحاجات، احنا دايرين الان من خلال هذه المرحله، لانه مرحله بالنسبه مفصليه في السودان، انه نشتغل في انه الناس كلها تكون حاجه واحده. نعم. الان في البيت اذا مثلا اخوك عمل حاجه انت ذاتك تسوق وتودي شنو؟ للقانون. كل هذه يمكن ان تكون هناك عقبات واضحه من خلال بعض التصرفات اذا كانت على مستوى الفرد او على مستوى بعض من الجماعات. نعم. لكن ايضا في حتى تكون هناك ارضيه خصبه لابد من توفر موارد. نعم. موارد على مستويين، المستوى المادي والمستوى البشري. نعم. لا موارد بشريه، لا موارد ماديه، لا عداله انتقاليه. نعم. ولن نمضي في طريقه، نتحدث عن هذا الجانب تحديدا لاهميته. نعم، ممكن انت ذكرت جانب مهم جدا، انا كنت ماشي في الجانب القانوني اكثر حتى اجي اخش الجانب المادي. طيب. اللي هو الجانب الاقتصادي، انا زي ما ذكرت عندنا جانب المهم الاراده السياسيه، عندنا الجانب الاجتماعي، والاهم من ده عندنا الجانب الاقتصادي. نعم. وانا قدامك ده اقتصادي ما قانوني يعني، لكن ما ماشي في المجال الحقوقي. احنا مثلا في الاقتصاد محتاجين انه الزول عشان يكون ابن ادم لازم تعمل له تاهيل، تعمل له تدريب، تشوف هو داري يعمل شنو بالضبط. احنا في السودان عندنا مشكله في انه ما في بحوث حتى الان. يعني احنا صحيح في جامعات، عندنا جامعات كميه من الجامعات، لكن حتى الان الحكومه ما بتستعين بمراكز البحوث. هسه انا مشيت مثلا في جنوب كردفان، في غرب كردفان، في كسلا، يعني المناطق اللي فيها مشاكل، تلقى مثلا في مركز دراسات السلام تابع للجامعه، يعني حقه اي زول والي جاء طوال يمشي يقعد مع المركز ده، يا جماعه دون دراساتكم شنو انتوا الحاجه اللي عملتوها يكون في دراسات. احنا الان عندنا مشكله في انه ما في دراسات اقتصاديه بصوره واضحه. يعني هسه انا مثلا كنت اقعد مع المنظمات اللي دايره تشتغل مثلا في منطقه معينه اقول لهم عملتوا مسح؟ يقولوا ما عملوا مسح. اخواننا في الاحصاء برضه احنا نلومهم، يعني مرات تمشي ناس الاحصاء عشان يدوك معلومه يقول لك ادفع. يعني مرات يعني زي ما بيقولوا يدسوا المحافير، يعني ما يدوك المعلومه الكامله. يعني مثلا انا داري اشتغل في اي محل لازم يكون عندي المعلومه الكامله عن مثلا عدد السكان، الفقر، نسبه الفقر، النسبه بتاعت غيره، النسبه بتاعت كده. دي محتاجه لانه الان نشتغل فيها كمنظمات مجتمع مدني. نعم. ودار حكومه الحكومه الانتقاليه وموجهه لرئيس الوزراء حمدوك انه يهتم بمنظمه المجتمع المدني، يكون في جزء من المسؤوليه المجتمعيه اللي هي الشركات دي محيي فيها حاجه اسمها مسؤوليه مجتمعيه. حتى الحكومه برضو عندها يعني جانب للمجتمع انه يمكنوا هذه المنظمات يعني تعمل مع الحكومه مع بعض. يعني الحكومه صحيح برا ممكن ما تشتغل الشغل كله، لكن منظمات المجتمع المدني الان في الجانب المادي ما شويه تعبان. الناس الان لسه ما اللي هي مثلا احنا في جامعه حقوق الانسان عشان نقوم ندفع الايجار يكون في شيرنج ما بين الناس، ياخذ فلان وتضايقه مرات ما يرفع عليك التليفون بعد ما صرف المرتب عشان ما كده خش له. بعد شويه احنا برضه عندنا المشاكل الاجتماعيه الكثيره، عندك زواج، عندك كده لازم تمشي تدفع، فما بتقدر تقوم توفق ما بين ده. فدي صحيح منظمات طوعيه محتاجه لانه تقدم لانه لكن لازم انه الحكومه يكون فيها يعني تقديم مال زي ما قال اخونا. الحاجه الثانيه برضه الجانب الاقتصادي في التطبيق بتاع العداله الانتقاليه لابد يكون موجود. اللي هو الجانب المالي اللي هو صحيح ممكن يكون في الحته بتاعت جبر الضرر ممكن الزول يدوه تعويض مالي، لكن التعويض المالي اذا ما فيه تدريب وما فيه هو داري يعمل شنو ويسوي شنو. رؤيه واضحه. نعم، رؤيه تكون واضحه. يعني الحمد لله الان في جمعيه حقوق الانسان السودانيه عندنا برنامج واضح سماه برنامج تعزيز المواطنه والعداله الانتقاليه. برنامج واضح وضعناه لمده 3 سنوات على حسب العداله الانتقاليه، انه الناس تشتغل في هذا الجانب وتطرق في الجانب بتاع العداله الانتقاليه عشان نوصل لسلام يكون مستدام. جميل. حاجه حابين نتكلم فيها من خلالك في المساحه الجايه لكل الناس اللي بتشاهدنا الان على الهواء مباشره عبر قناه الشروق، مساله تحقيق السلام، والحمد لله تم توقيع الاتفاقيه يعني في الايام الماضيه، لكن الحاجه اللي حابي انه تتكلم فيها مع كل الناس اللي بتشاهدنا مساله السلام الداخلي، مساله تقبل الاخر، مساله التعايش السلمي، لو ما نحن تقبلنا الاخر
لو وقعت 1000 وثيقة للسلام وما في سلام داخلي بين القبائل بين الأجناس وكذا ما حيكون في سلام، فياريت لو نتكلم في الحاجة دي بالتحديد. نعم، ممكن أخي منذر يعني خطيت حاجة مهمة جدا اللي هي الحتة بتاعت السلام والاستدامة للسلام. نعم، يعني السلام صحيح الآن هو الآن موجود والناس وقعت السلام وغيره، لكن وقد نجي في التطبيق محتاجين أول حاجة الحتة بتاعت التسامح. نعم، فيما بيناتنا. يعني مثلا احنا الآن في مجتمع دارفور، مجتمع كبير، مجتمع واسع فيه كل الشحنات السودانيه. يعني ما نقول الشحنات الدارفوريه، يعني في زول يقول لك دارفور القبائل الدارفوريه، دارفور انا بعتبرها الان السودان فيها كل القبائل. نعم، الناس كلها تتسامح وتتصافى في الحاجات اللي حصلت. يعني انت ممكن تلقى في زول جارك كان زمان قتل ولد عمك، وجارك انت تكون قاعد بس مدسله عشان ثاني تقوم تاخذ التاره وكده، فدي برضه محتاجه انه الناس تشتغل فيها بجانب واضح. يعني احنا الان عندنا في غرب السودان في حاجه بتاعت التاره دي بثقافه موجوده معنا لسه، محتاجه انه الناس تشتغل فيها، وما زي الكلام ده ما بنشتغل فيه الا بمنظمات المجتمع المدني، لانه بالقانون ما بتجي. وكل ما انت طبقت القانون كل ما زول ده بقى عنيد. يعني فلان مثلا يكون قاعد في الحراسه، هو قتل فلان ودعمه هناك يمشي يشيل التار بتاعه، هو قاعد في الحراسه يجوا ثاني يجيبوا ده يحطوه في كده وذاك يشيل التار. محتاجين ان الناس يشتغل في الحته بتاعت ما في حاجه اسمه التار. يعني السياده بتاعت القانون بالنسبه لنا مهمه جدا. نعم، ما في حاجه اسمه ده اسود وده احمر وده ما اعرف عربي وده نعم افريقي، دي بجد محتاجه ان الناس تشتغل فيها. نعم، يعني انا بتذكر كنت في برنامج في الاردن، ما مشيت الاردن قاعد بدايه في قال لي قالوا ده سوداني، قاموا استلموا لنا المخابرات. مشيت هناك قال لي انت جاي لشنو؟ قلت له انا جاي لواحد اثنين ثلاثه. قال لي خلاص امشي. بعد ما مشيت قعدت زي ثلاثه ولا اربع يوم لقيت زي 3500 لاجئ سوداني موجود في الاردن. عدد كبير جدا، عدد كبير يعني. انا ما كنت متخيل. انا كنت قعدت معاهم لقيت في ناس موجودين، ما في هناك حاجه اسمه ده من الغريب ولا ده من كذا، والله يعني مجتمع يعني جميل. قلت لهم يا جماعه انتوا الحاجه الجميله دي الا في الاردن وفي مصر وفي بر السودان، يعني الحاجه الجميله دي دارين نقولها للسودان. صح، يعني ننقل الحاجه الموجوده بر السودان. يعني مثلا الناس المغتربين يقول لك في السعوديه في الامارات في كده، تلقى الجانب البيت السوداني ده تلقاه فيه كل الناس. لكنه كنت نجي هنا في السودان يلا اي ذول بخندق، انا جعلي وانا نباوي وانا جموعي وانا كده. يعني احنا الحاجه دي الان في جميع حقوق الانسان دارين نشتغل فيها بصوره واضحه، نشتغل في الحته بتاعت انه بس المواطنه. وكده تجي برضه في الاجهزه الحكوميه مرات تجي واحد يسالك يقول لك انت جنسك شنو؟ والله صراحه يعني في الاجهزه الحكوميه يا جماعه الحته دي حقه برضه نشتغل فيها. الزول اللي بتطبق القانون محتاج لانه برضه نشتغل فيه وشغل بتاع التدريب وتاهيل. انا زي ما قلت لك اتكلمت مع ناس وزاره الداخليه والشرطه، هم كان عندهم قبول، يعني قالوا ما في مشكله ممكن احنا الكورسات بتاعت حقوق الانسان وكده يدوها للناس اللي بيمارسوا اللي هو العمل الجماهيري. نعم، سواء كان مثلا ناس السجل المدني، مرات يكون في احتكاكات لانه قبائل حدوديه ما قبائل حدوديه. نعم، برضه لازم نملكهم بعض الحاجات. برضه الناس الان مثلا ناس قوات الدعم السريع، الان في ناس مهاجمين قوات الدعم السريع باعتبار هي بتكتل هي بتسوي كده، نشتغل معاهم في الحته بتاعت انه ابن ادم ده محتاج لانه هو يعني يستحق ان يعيش بغض النظر انه عمل جريمه ما عمل جريمه، يمشي في اطار شنو؟ في اطار القانون، لكن ما في اطار انك في اعتبارك شايل السلاح لازم تدوه رصاصه في نفس اللحظه. فبرضه الحمد لله برضه وقت الدعم السريع كان في زي ورشه تدريبيه عن حقوق الانسان، يعني بقى في ناس متقبل الحته دي. لكن زي ما قلت لك السودان برضه الجهل، يعني الحته الناس المتعلمين الحمد لله شويه الحته ماشيه كويسه، لكن احنا عندنا النسبه بتاعت الجهل كبيره جدا بسبب الحرب يعني. فدي محتاج انه احنا الان نشتغل في المناطق بتاعت الحروبات، لانه في مناطق مثلا يقول لك كوده دي منطقه محرره ما تقدر تمشي. يا جماعه ده السودان، انا السودان حق لي امشي كوده اي مكان يعني. فانت قلت تمشي هناك تلقى في متاريس كثيره جدا، يا زول ما تخش انت جاي هنا كده، دارين نزيل المتاريس دي. الان مثلا السلام يتحقق ما في حاجه اسمها دي منطقه محرره ولا دي منطقه بتاعت كده، الناس تمشي في كل المناطق. في زول هناك والله داير بس يوعوه بس توعيه، محتاج انه يوروه الطريق الصحيح. احنا الان في جمعيه حقوق الانسان ان شاء الله حنشتغل هو في الجانب بتاع تعزيز المواطنه ده عشان نقدر نوصل لسودان
معافى من القبن ومن الكراهيه وخطاب الكراهيه الموجود. نعم. خلينا في ختام هذا الحوار استاذ محمد مرغني نائب الامين العام لحقوق الانسان السودانيه، هذه الجمعيه المميزه اللي منتظرين منها ادوار كبيره جدا في المستقبل، نترك لك المجال لرسائل وكلمات اخيره. نعم، ممكن والله رسائلي وكلماتي الاخيره ان شاء الله في الحته بتاعت انه التسامح والتعايش هي اللي بتمرقنا للبر. التسامح محتاجين في خطوات واضحه من خلال الاجهزه الاعلاميه، من خلال الورش، من خلال الدورات التدريبيه، من خلال تكاتف كل الجهات عشان نقدر نوصل للتعايش السلمي. صحيح الناس الان هم وقعوا سلام، لكن هم الان حيكونوا موجودين في الحته الثانيه بتاعت برضه انا لازم ادخل الاحزاب. يا احزاب ابعدوا لنا من الاستقطاب الحاد في المرحله دي. مرحله لانه المرحله الانتقاليه دي ذاتها ما بعدها في انتخابات، معناها في ناس حيشتغلوا من الان عشان يكون عندهم جماهير ويكون عندهم كده. انت الاحزاب حقه يبدو في برامجهم. انت برنامجك على الارض شنو؟ اللي هو التنميه، برنامج بتاع كده، برنامج كده، ما برنامج بتاع انه القبيله الفلانيه او الحته الفلانيه. الحاجه الثانيه برضو عندنا فاقد تربوي كبير جدا موجود من خلال الحرب. في ناس كانوا شايلين سلاح، في ناس موجودين حتى في المناطق اللي كانت هي مقفوله باعتبارها مناطق بقول لها محرره، محتاجين نشتغل في النازل. في ناس موجودين برضو بظروف الحرب جو مثلا نزحوا الى شمال السودان وقاعدين هنا الان مثلا في الخرطوم او في كل المدن بتاعت السودان، محتاجين برضو نحاول نشتغل فيهم. يعني هسه في زول تلقاه موجود في الخرطوم الان لكن كانه هو موجود في منطقته، يعني ما مرق منا من خلال الفكر بتاعه او حتى السنين الموجوده فيه. انا برضو توجه عندي رساله بوجهها لاخواننا في ناس البنيه التحتيه. نعم. حقه في المرحله الجايه في الحته بتاعت توزيع الاراضي وكده يكون فيها تنوع في التوزيع. ما يخلوا انا لاحظت انه في بعض الاحياء تلقى في قبيله معينه واحده بس هي في الحي قاعده. ما في تمازج. يكون سلموهم من خلال الاراضي، دارين في التوزيعات الجايه يكون للسودان ككل. احنا نقدر نمشي لقدام وان شاء الله من خلال جمعيه حقوق الانسان السودانيه ومن خلال قناه الشروق وادتنا مساحه ودايرين برضو المساحات دي ما تكون محدوده يعني ان شاء الله عشان نقدر نوصل. صحيح احنا الليله ما قدرنا نغطي كل الجانب بتاع الحقوق الانسان لان اشتغلنا هو الجانب بتاع تعزيز المواطنه والعداله الانتقاليه، لكن جوانب كثيره بتاعت حقوق الانسان محتاجين انه نتكلم فيها اللي هو الحته بتاعت سياده القانون وعندنا المواءمه ذاتها بتاعت القوانين السودانيه. يعني في قوانين سودانيه ممكن تتعارض مع القانون الدولي بتاع حقوق الانسان برضه محتاجين انه نشتغل فيه مع اخواننا في وزاره العدل، اخواننا في الوزارات الاخرى. فان شاء الله نتمنى انه تكون مساحه اكثر ونقدر نوصل للسودان انه يكون سودان يعني معافى، يعني فيه تعايش زي ما بقول هسه يقولوا مثلا رواندا الناس بلد مشت، دارين السودان يمشي لانه السودان الان العالم كله يؤكد انه هو بلد الحمد لله يعني فيه الموارد كل المقومات انه بلد عظيم. نعم. وكان عظيم يعني. نعم. انا طلع حصل يقول لك كنا مؤسسين للاتحاد الافريقي، كنا هذه دارين نكون يعني حنكون في المستقبل القريب ان شاء الله. ان شاء الله. استاذ محمد مرغني نائل الامين العام لجمعيه حقوق الانسان، شكرا لك وشكرا لتلبيه النداء لصباح الشروق. الله يسلمك، تسلم كثير واشكركم كثير يا اخواننا الاعزاء ولقناه الشروق ولكل المشاهدين، ان شاء الله نكون خفيفين يعني الظل عليكم.